السلام عليكم، مرحبا بكم. الدراري فيديو جديد، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله شويه يكون مشكل. دابا في تاونات الوقيته هذه معروفه بسميتو موسم ديال عجين الزيتون. داكشي حنا جينا نديرو واحد الزياره لجنان ديال الزيتون، جينا مع العائله ونوريكم داكشي كيفاش كامل كيدوز، كيفاش كنجنيو الزيتون، كيفاش كنا كنلقطو ملي وحنا صغار وكنجمعوه في الخري كنمشيو كنبيعوه باش نجمعو شي فليسات. تقريبا هذه واحد 6 سنين مع هاد الاجواء، واليوم جيت نعاود نجربها مع العائله. سو ستي تيون. وصلنا لدابا البلاصه فين كيجنيو الزيتون، المهم العمل سميوه السقيط، غنقولو حنا هنايا كنسقطو الزيتون. يلا وصلنا لدابا البلاصه فين العائله هما هنايا كيجنيو، كاين العائله وكاين بعض الناس اللي كيجيو كيكريوهم باش كيبقاو يعاونو. العمليه اللي غندير دابا هي نفس العمليه اللي كيديروا العيالات هنايا، كنجنيو نلقطو داكشي اللي طاح من الشجر كنلقطو بيدينا وكنديروه في سطوله، موراها كنديروه في شي خنجر. اليوم ان شاء الله انا رجعت نعيش هاد الاجواء ديال الطفوله، صراحه توحشت بزاف. شحال هادي ما جيت للطبيعه وكذا، مشينا للطبيعه ولاني ما جيناش لهاد الاجواء ديال اللي بتشني الزيتون وداكشي. اليوم الجو مخير، هادي ديال بنتي، هادي ديال العمل في الحقل وداكشي، وكاين الظل ديال الشجر وراني مخبى من تحت الشجره باش لو الظل ما يشمش قاصحه شي شويه. والله ما شفتش كيبقى معاك كاين الصاك شي شويه وغادي نعرفو كاينه العقبه. العمليه اللي كيدير دابا راه هي ديال كيصفاو الزيتون، حيت دابا فاش كيسقطوه في المسقه فاش كيطيح كيكون فيه سميتو وكيكون فيه الورق ديال الشجر والعطوشه وداكشي ديالو. فاش كيرميوه في السما الزيتون كيطيح في سميتو في الباش وداكشي الاخر كيطير، وداكشي باش عاد هي تصفيه وعاد كيديروه في الخناشي. الخدمه اللي غندير دابا هي غادي نلقط هاد الزيتون هذا اللي كتشوفوه اللي بقى طايح هنا، المهم فيه تمر. اللي غنديرو دابا هو اننا عندنا الخنشه هنايا وغادي نبداو نجبدها هادشي هادشي. خصنا نبداو ديما من التحت وحنا طالعين، علاش؟ الا بدينا من الفوق وحنا هابطين غادي تراب، غادي نصدمو عليه وغادي يخبي لينا الزيتون. غادي في واحد الخط تصاعدي هكا انت غادي انت كتجمع، علاش؟ لان الزيتون مبغاش تطلع، لان سميتو انت كطلع كيبان لك الزيتون على اليمين وشويه على الشمال، انت كتلقى راسك غادي. دابا انا لقيت راسي حدا الكاميرا، خاص دابا نورمالمون تبقى طالع عاوتاني تعاود تهبط للجنب، ولكن معليش فيها خير حنا كنجمعو. دابا المشكل كتبقى تتبع الحبوب الكبار. عييت والله الا عييت، ومازال ما عمرت حتى النص ديال الخنشه. مع الحراره طلعت شي شويه ولكن معليش احنا مازالين. اش كديروا نتوما؟ اش كديروا؟ نعم انها الطبيعه. شحال عمرنا تقريبا؟ مازال الخير تبارك الله. وقيلا يمكن سالوا هاد البلاصه، يمكن كيفكروا باش يدوزوا لبلاصه واحده اخرى. المهم ما عرفتش دابا مازال شنو غيديروا. وني المهم سالو مسقي ديال الشجر هادو، وهي دابا راهم كيصفيو الزيتون، يمكن ندوزو شجر واحد اخر في بلاصه اخرى. دابا حنا دابا في واحد الجهه شي شويه عاليه على الطريق، داكشي علاش كان كيكور الخناشي كيهبطو في هاد الحافه هادي باش يهبطو من الطريق، باش ملي تجي بيكو غادي نسترجيو فيه. من بعد واحد السويعات ديال الخدمه
صراحه العيا ديال بصح ماشي شويه الجو حار وسخونيه كما كتشوفوا الشمس الناقصه هو جو مخير ديال الزيتون وداك الشيء وريني كان شويه خاص قدرت نجمع واحد الخنيشه واحد البارك ساتيسفي بعدا اليوم وريني عرفتي يدك ولا يدين ديال الفلاح اريد ان اصبح فلاحا لان الفلاح راكم عارفين اريد ان اكون فلاح لانني احب الشيخات الدرس اللي ممكن تعلمو اليوم هو انك تجيب معك ليغات انه راه غتولي حالتك حاله فالطبيعه وهاد الاجواء هادي الحاجه الوحيده اللي كنفع هي صالح حمار اخوك يعيط دابا وقيلا صافي جا الوقت ديال نمشي جا الطوموبيل اللي غتدي هنا بيكوب غادي نركبو فيها ونتما غادي نصور الاجواء ديال الركبه في بيكوب صراحه ركبه واعر يعني كتشوف كل شيء وكذا صافي انا جاي او ما كعيط راك سمعتيه احسن اجواء هي هذه ديال فاش كنكون كنجمعوا الباكاج صافي كتحس بالحلاوه ديال داك الراحه صافي ساليتي راحت البال الزيت من تجمع صافي اللي غيتطحن غيمشي للمطحانه واللي جمعته بيدي غنمشي نبيعو وليني عرفتي دابا الجولدن اور غادي نضرب شي صويرات ان شاء الله شكون لعب البارح في تشامبيونز ليغ انا محمد صالح اخبار صالح ضربه 2-1 وبهذا غنكونوا سالينا الرحله ديالنا اليوم في الزيتون تنمشيو للدار ان شاء الله ونكملوا البقيه ديال الفلوك السلام عليكم A few moments later لا لا شنو ديال صافي شكرا اوف الراحه هوم سويت هوم اذا كما شفتوا يعني دازت واحد العشيه واعره تمنيت تكون مشيت من الصباح بروفيتيت المهم الماكسيموم هاد العشيه تفكرت كيفاش كانت في الايامات تقريبا اخر مره مشيت فيها الاجواء ديال الزيتون كانت هي في الباك دازت تقريبا دابا شي 6 سنين بسبب داك الامتحانات وداك الشيء ما بقيت عاود مشيت تفكرت داك الاجواء واخا اليوم كنت عيب بوحدي مع الناس اللي كيجني واحد شحال هادي كنا كنمشيو الدراري ديال العائله كاملين كانوا خوتي كانوا ولاد عمي كنا كنمشيو كاملين وبعد المناسبه كندير لهم ديديكار يعني وكنا كنحاولوا نبقاو نتنافسوا بيناتنا كنشوفوا شكون اللي كيجمع اكثر وشكون في الاخر اللي كيجيب فلوس اكثر اليوم ماشي المهم داك الفلوس اللي صورت 1320 ريال ولكن المهم هو عاود جربت داك الاجواء ديال الجميع كدا ظهري حرقني الشمس الحراره يديهم كما كتشوفوا مازالين درتي غنمشي نضربو ان شاء الله بواحد الدوش باش نرتاح ونتسنى طلع لي ماتي ونجي نمونطي لكم ان شاء الله هاد الفلوق سو كيف ما كان هذا هو الفلوق هكذاك طلع غادي نلوحي ان شاء الله ونتمنى اول فلوق المهم كيف ما جا قبلوا علينا راه اول فلوق ان شاء الله القادم احسن كل تجربه كنتعلموا منها وان شاء الله غادي يطلع فلوق زوين ان شاء الله كنا ديال العوده ديالنا اليوتيوب ان شاء الله يلا السلام عليكم الدراري بيس